اللي متابع دينا شربيني من أول رمضان هيعرف إنها محققة نجاح كبير بمسلسلها كامل العدد، اللي انتهت حلقاته في النص الأول من دراما رمضان السنة دي، واللي بتخوض من خلاله تجربة كوميدية جديدة عليها. لكن وسط نجاحها ده اتفاجئت بوفاة والدها محمد الشربيني، واللي منتظر تشييع جنازته ظهر الأربعاء من مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس. خلال الساعات اللي فاتت ظهر اسم الفنان عمرو دياب بين الجمهور، وده طبعا لأنهم شايفينه حبيب دينا الشربيني اللي لازم يكون واقف جنبها وبيوسيها في حدث زي ده. ومن هنا بدأت توقعات البعض انه هيروح الجنازة ويقف جنبها، وكمان هياخد عزاء والدها، ده في الوقت اللي البعض قال ان علاقتهم انتهت تماما ومفيش بينهم اللي يخليه يعمل كده. ومن هنا بقى تفتكروا عمرو دياب هيواسي دينا الشربيني ازاي؟ غالبا اللي قال ان عمرو دياب لازم يتصل على الاقل بدينا الشربيني ويعزيها حتى لو ما ظهرش في الجنازة والعزاء، هتكون توقعاتهم صح، خاصة بعد ما شارك موسى عيسى، وده المنتج الفني ومدير أعمال الهضبة عمرو دياب، في دفتر عزاء لوالد دينا الشربيني، ونشر في حسابه على انستجرام نعي بعد إعلان وفاة والد دينا الشربيني، قال فيه للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان، وأعلن إن الدفن هيكون في مقابر العائلة اللي موجود في مقابر القوات المسلحة على طريق المشير. ومن هنا قال الجمهور إن عمرو دياب نسق التعزية دي مع مدير أعماله، وإن هو اللي طلب منه يعمل كده علشان الطبيعي إن مدير أعمال عمرو دياب صعب يتصرف كده منه لنفسه لو في مشكلة بين الهضبة ودينا الشربيني تمنع الود بينهم، وإلا يكون مدير أعماله كده بيحطه في موقف محرج. كانت دينا الشربيني قالت في بوست ليها على حسابها في انستجرام، قالت فيه إن لله وإن إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب السيد محمد الشربيني، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة. صلاة الجنازة الأربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس. وحاول عدد كبير من الفنانين مواساة دينا الشربيني في تعليقات ليهم على البوست، زي أحمد السعداني وريم مصطفى وأحمد زاهر وسعاد يونس وغيرهم. من يومين اتعرضت الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد، اللي بتظهر فيه دينا الشربيني كوميدانية في دراما رمضان 2023، وده على غير العادة كل سنة، وده اللي خلى فنان بحجم نبيل الحلفاوي اللي ابنه بيخرج المسلسل يتكلم لأول مرة عن عمل من توقيع خالد الحلفاوي، وهنأ شريف سلامة ودينا الشربيني على الأداء مع تهنئة طاقم العمل لحد أصغر طفلة، وقال إن ابنه حافظ على الطابع الرومانسي والكوميديا الراقية ونعومة الانتقالات بين اللقطات من غير ما يفقد حيوية الإيقاع، وده بمساعدة الموسيقى والصورة الجذابة مع الإضاءة الملائمة. مسلسل كامل العدد من الأعمال اللي تضمنت 15 حلقة بس، زي مسلسلات تانية اتعرضت بنفس الطريقة، ومسلسلات تانية هتدخل في النص التاني من شهر رمضان زي جات سليمة وحرب وتحت الوصاية وكامل العدد، بتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، وهو من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وآية سماحة وأحمد كمال وأحمد جمال سعيد والفنانة القديرة سعد يونس، وهو من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.